عجبتني ان هي شخصية قوية جدا جدا وما بتهزرش في شغلها وفي حياتها وفي نفس الوقت هي في بيتها انسانة تانية، انسانة بتمر بظروف وممكن تكون ضعيفة ومنكسرة، بس قد ايه ان احنا ممكن نشوف بني ادمين اقوياء جدا في شغلهم وما بيهزروش وجامدين وفيري ستريكت والشغل لو ما بمشيش على اكمل وجه في غضب بيكون كبير، وفي الاخر هي انسانة بس هي يعني ممكن تبقى بتغطي الضعف اللي هي عايشاه في حياتها في شغلها، وده حقيقي. وناس كتير قوي يمكن كلنا على فكرة يعني كلنا ممكن بس بطريقة مختلفة، ممكن انا ما بقاش في شغلي شخصية قوية قوي بس ممكن ابقى شخصية عملية جدا، الشغل هو الشغل، وفي الحياة اكون نايف قوي وعندي ظروف بس اجي في شغلي ده ما يأثرش فيا. فعجبتني قوي الحتة دي اللي عند أماني، عشان هي أماني بقى في الإكستريم هنا وفي الإكستريم هنا. هي أماني النجار عندها طفل عنده توحد، وكانت دايماً بتحس إنه الطفل ده عمره ما هيبقى هيكبر ولا هياخد مكانها ولا هيقدر يكون إنسان عادي يقدر يشتغل ويبقى محامي كبير زي مامته يمسك شغلها. وبعدين لما حصل وقابلت نديم اللي هو الفنان الجميل الرائع الرائع الموهوب طه الدسوقي، الأول كان جواها رفض وإزاي أنا هقبل ده، بيفكرني بابني، بعد كده بالعكس بقى هو اللي بيديها الأمل.